طيب بعد هنا ايش فيه الفوائد؟ يقول الشيخ، يقول لماذا هؤلاء يلجؤون الى الشفاعه؟ سبحان الله. قال لان هؤلاء يساوون بين الخالق والمخلوق، فالمخلوق يقبل الشفاعه. لماذا؟ لانه محتاج الى هؤلاء الذين تحته، وان كانوا تحته ضبطهم عشان يضبطونه، فيمشي معاملات، يعطي عطايا، يعطي هدايا لفلان وفلان، لأنه بحاجة إليهم. هذا شيء ملموس ومعلوم. بعض الناس لو أتيت تبيع معاملة ما تمشي، لو تموت ما تمشي، بس تروح تجيب الواسطة يمشيك. ليش؟ لأنه يريد أن تكون له يد، أن تكون له يدا على هذا الذي أتيت به. يروح يجيب لك عضو، إيه حاضرين فعليك. ليش؟ عشان إذا صار له حاجة يروح حق العضو، أنا ذاك يوم جيتني مشيتك. إذن هم ماذا يفعلون؟ لماذا يقبلون الشفاعة؟ لحاجتهم إلى الناس، فيقبلون الشفاعة. ضبط وضبطك. مثل ما يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول مثل المثل عندنا في الشام، حك لي لحك لك. ها يعني واحد حق ظهر ثاني، أنا ما طول ظهري أخلي حك لي وحك لك. يقول الشيخ هنا لأن هذا المخلوق بحاجة إلى الواسطات، فيمشي واسطات عشان يمشوا له واسطات. فهؤلاء يعاملون رب العالمين كما يعامل المخلوق، كما أن المخلوق يحتاج إلى مشي بالشفعات حتى يمشوا له، مصالح متبادلة، يظنون الخالق كذلك، فاتخذوا وساط وشفعاء حتى توسطهم عند الله. هذا المخلوق يفعل ذلك. بعد قال لأن الملوك والسلاطين لا يعلمون حال المحتاج. أنا إيش عرفني أن هذول كلهم محتاجين؟ فلا بد يأتي يقول لا نعم أنا أعرف هذا جارنا وفعلا كذا. أرجع الثاني يقول صح هذه أرملة وزوجي توفي معاش مضعيف، الثالث يقول هذا عنده ولا 9 عيال ولا 10 عيال. فعلا فعل الناس. إذن هذا السلطان ها ما يعلم حوار الرعية كلهم، فإذاك يحتاج لمن يأتي ويتوسط ويشفع. أنا ودي أساعدك، ما أنت محتاج ولا محتاج؟ يروح ذاك يجيب ناس يثق فيهم السلطان ويعرفهم ويدرسوا حالتهم، ثم يأتون يعلمون السلطان قال لا فعلا هذا محتاج مشى. انتبهتم؟ قال الله عز وجل ما تخفى عليه خافية، ما يحتاج يأتي أحد يعلمه ويقول له هذا محتاج وغير محتاج. هذا أيضا سبب أن الناس تتخذ شفعاء عند السلاطين، لكن رب العالمين لا تخفى عليه خافية. ثم يقول أيضا لأن السلاطين ما يستقبلون كل إنسان ولا يلينون مع كل إنسان، ولا لا قد يكون سلطان له عسكر، له حرس، له بروتوكول، لازم تحط موعد بصفتك إيش الموضوعك، قدم معروض، ما تدخل على طول، في مدير مكتب، في سكرتارية، في يعني لو اتخذت دور لك واسطة عشان يوصل لك واحد عشان يدخلك على السلطان، لأن هذا حال السلطان. لكن رب العالمين يا أخوان ها أبوابه مفتوحة، باب الله لا يغلق. لو سألت مخلوقا في وقت غير مناسب لا عاتبك، هذا إن لم يزجرك. هذا الساعة متصل ما عندك ذوق، نص الليل طق الباب، طيب أذنك محتاج بس عاد هالوقت هذا بسوي لك مشكلة صح ولا لا؟ لكن رب العالمين اسأله في أي لحظة في أي ساعة، منتصف الليل، في القيلولة والناس نايمين، وقت الراحة، وقت العطل، وقت كل وقت اسأل الله ما شئت متى شئت في أي وقت. فأقول لك السلطان ليس على كل حال يفتح باب للناس أو يلين لهم أو يسمع، هو متفرق عشان يسمع الناس كلها. افرض السلطان يريد أن يوزع، قال من كان محتاجا فليتقدم، فتقدم ليش؟ عشرات الآلاف، هل متى يعطيهم؟ متى تحقق منهم صح ولا لا؟ يقول رب العالمين ليس كذلك، حتى أنت تخشى أنك حط له موعد ويمكن تدخل وممكن ما تدخل ويمكن ما يجيك الدور ويمكن ينتهي الدوام. الله ليس كالمخلوق. وفعلا إذا رأيت هالجواب بذكره الشيخ الآن، فعلا تجد هؤلاء ما أشركوا إلا لأنهم ماذا فعلوا يا أخوان؟ قاسوا الخالق على المخلوق. فلذلك يوم القيامة يدخلون جهنم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إما يظنون أن الله بحاجة إلى وسائط، أو لأنه ما يعلم،
أو لأنه إيش يغلق بابه أمام المحتاجين. لا لا، ربنا ليس كذلك، بل ربنا جل وعلا من حلمه هو جل وعلا يتلطف بعباده ويتودد إليهم، حتى أنه لا ينزل السماء الدنيا في كل ليلة ينادي في عباده: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من داعي؟ شوف، بل أنه جل وعلا يبسط يده بالليل ولا بالنهار؟ باليد، بالليل والنهار، يبسطها بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل. شوف، ربنا جل وعلا هو نادي عباده، فما يحتاج الوسائط، ادعوه سبحانه وتعالى. نعم. والشفاعة جميل جدا صراحة. نعم. والشفاعة ثم يقول إن الله عز وجل أيضا رحمته الواسعة، ربنا جل وعلا يعني يريد أن يرحم عباده، يريد أن يكرمهم، يريد أن يعطيهم، هو يعرض عليهم، هو يتودد إليهم. فلذا يقال إيش؟ ليس من العجب أن يتودد المملوك إلى سيده، ما بحاجة إليه يتودد له، لكن العجب أن يتودد الخالق جل وعلا إلى عباده وهو غني عنهم. والله لو نظرت إلى خطاب الله لعباده وتأملته كيف يقول لهم إذا نزل السماء الدنيا: أنا الملك، يقول لهم: أنا الملك، هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ شيء عجيب، مع أنه جل وعلا لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لا تزينه طاعة ولا تشينه معصية، الغني الحميد. لكن انظر إلى رحمة الله عز وجل، انظر إلى آثار رحمة الله، يريد أن يرحم عباده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم. ربنا يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا تظن بالله عز وجل إلا خيرا، أحسن ظن بالله عز وجل. لو أنك قد أنت على الله، قبلت على الله، يقبل الله عليك. الله أكبر، رحمته جل وعلا يريد الرحمة لعباده. نعم.